ومرحبتين، بسبوسة اليوم محشية بحشوة لذيذة فوق ما تتصورون. راح أضيف نص كوب زيت، نص كوب سكر، بيضة وفانيليا، وأخفقهم تمام، قشطة، ونص كوب حليب بودرة، كوب ونص سميد، وملعقة كبيرة بيكنج بودر، وأقلبهم كذا. الخليط جاهز بصينية مدهونة، راح أحط جزء من الخليط، راح أحط الحشوة، راح أكتب لكم تفاصيلها تحت. هبل الباقي من الخليط أضيف عليه شوية حليب عشان يسهل علي صبه كطبقة ثانية، وعلى الفرن. أول ما تطلع أشربها بحليب مبخر محلى بسكر أو حليب مكثف زي ما تحبون، وأغطيها نص ساعة تتشرب على مهلها. ولا ألذ من كذا بسبوسة، اتجنن. شايفين من جوا كيف تلمع؟ متشربة صح، حقيقي طعمها ما يمزح. أتمنى كلكم تجربونها، وبالعافية.